السلام عليكم ورحمة الله. عودة مرة أخرى لاستكمال محاضرات الميديكال تكنولوجي ميديكال جينيتكس. انتهينا المرة الماضية عند قانون اسمه هاردي وينبرغ إكويجن، تمام، أو هاردي وينبرغ لو. وهذا القانون طبعا كانت معالمه واضحة بأنه في عندنا هناك الفريكونسي للأليلز ان جنرال constant frequency of the genotype also will be constant in the population، تمام. وهذا الكلام طبعا كان مرتبط بشروط معينة لازم تكون في البوبوليشن على أساس إنه يكون في عندي constant في الراتيو ما بين الأليل frequency والجينوتايب frequency. لابد يكون عندنا large population للتسكير، لابد يكون عندنا random mating، ما فيش new mutation، ما فيش عندنا اي migration، ما فيش عندنا natural selection انه في عندنا صار disease معين اثر وعمل عملية خلال بهذه الهاردي وينبرغ equation. واحنا زي ما ذكرنا الهاردي وينبرغ equation قلنا ال Q plus P او P plus Q equal 1، يعني مجموع الاليلات المرضية مع الاليلات السليمة واحد، وكذلك مجموع اللي هم الناس السليمين مع الناس الحاملين وكذلك الناس المصابين لمرض معين، تمام، برضو مجموعهم واحد. بمعنى انه في عنا b square plus 2b cube plus q square equal طبعا 1. خلينا نتطرق المرة هذه ان شاء الله لأمثلة بنحاول نعرف من خلالها طبيعة تطبيق هذا القانون. بيجي بيقول لي المثال الاول determine heterozygous frequency، يعني انا الان معطيني population، موجودة عندي population، عايز ال heterozygous frequency. مين ال heterozygous frequency؟ هنا عندما يتحدث على مين؟ على homologous homozygous recessive disorder، يعني بيقول لي عبارة عن حالة مرضية لناس عندهم زي ما احنا شايفين cystic fibrosis، ناس عندهم cystic fibrosis، و cystic fibrosis عبارة عن disease، عبارة عن autosomal dominant disease، عفوا autosomal recessive disease، autosomal recessive disease. إذن بقول لي بدنا نشوف في البوبوليشن موجود عندنا، معطيني معلومات، بقول لي الناس اللي عندهم CF cystic fibrosis هم واحد لكل 2500، تمام، اللي هو المقصود لما بقول لك انا الناس المرضى، وكان انت بتقول لي مين فيهم بي 2 او بي سكوير او كيو سكوير، لما تقول لي انت عباره عن كيو سكوير، ذاتس رايت كيو سكوير. فبقول لي الحين هذا بيزد اون ذا فريكوانسي اوف ذا افكتد انديفيديوال ديترماين ذا هيتروزايغوس فريكوانسي. هيتروزايغوس ايش؟ فريكوانسي، تمام، لمين؟ للناس الكارير. يعني وكأنه بقول لي انت عندك، انا معطيك اللي هو عبارة عن كيو سكوير، تمام، جيب لي الناس اللي تاين 2 بي كيو، امر سهل مش صعب، تمام. ايش بيجي بيعطيني؟ زي ما احنا شايفين، بخليكم معنا بالسلايد، السي اف اللي هو الناس اللي عندهم سيستيك فايبروس، الناس واحد ل 2500 على 2500، كيو سكوير ايكوال 1، تمام، اب 2500 بير 2500. إذا Q equal اللي هو السكوير روت جذر التربيعي لهذا، إذا Q تساوي 0.02. طيب ال N 0.02 لو جينا نطلع احنا Q equal 0.02، طبعا احنا قلنا Q زائد B equal 1، إذا باجي بقول 1 ناقص 0.02 بطلع عندي B 0.98، تمام. since Q is so small، كيو هيا كيو سو سمول، يعني تقريبا هو كانه بيقول البي تقريبا واحد، تمام. داس هيتروزايغوس فريكوانسي ايكوال 2 بي كيو، يعني هو كانه 2 كيو، تمام، اللي هو عباره عن 2 ضرب 2 ضرب يعني كيو اللي هي قلنا عنها 0.02، ويساوي عندي 0.04، 1 على 25. يعني انا هذا وش بيحكي لي؟ بقول لي الناس الحاملين للمرض السيستيك فايبروسيس هم عبارة عن واحد لكل 25 بيرسون موجود في البوبوليشن. وضحت؟ إن شاء الله تكون وضحت هذا الموضوع. طيب نيجي لتوضيح آخر
هنا توضيح، بقول لي جينز اند جينوتايب فريكوانسي فور الاكس لينك ديس اوردر. احنا زي ما ذكرنا انه موضوع التعبير على الديزيزز اكتر طبعا الديمونستريشن بتاعه في هذه الايكويجن على اللي هم الريسيسيف، سواء كان اوتوسومال تمام ريسيسيف، وكذلك ايش اللي هم الاكس لينكد ريسيسيف. طبعا الاكس لينكد لما تيجي تطلع عندك ميل وفيميل، تلاحظ انه الامر بتطبق عندي على الفيميل، لانه الفيميل عندي 2 اكس، يعني صعب اني اجي اقول والله مثلا بالنسبه للميل عندي مثلا بي سكوير اوكي، وفي عندنا 2 بي كيو. ليش ما فيش عندي انا 2 بي كيو؟ لانه اصلا اذا كان عندي ميل واذا كان احد اكس مصاب خلص هو يعتبر مرضي، وكان انت بتقول لي عباره عن ال 2 بي كيو هي نفسها كيو سكوير، ذاتس رايت، هي نفسها الكيو سكوير بشكل او باخر. فهنا بقول لي ان جنرال، عملي توصيف هنا للناس اللي عندهم كلر بلايند، عمل الوان، نعطيني هنا بس كتوصيف الميل اكس بلس اللي هم النورمال، البي 0.92، اللي عندهم بلايند الاكس طبعا الكلر بلايند اكس سي بي كيو 0.08. فبيجي بيحكي لي انا من المعطيات اللي انت بتاخذها من الناس اللي عندهم هذا الوضعيه وهذه القيم، ممكن تاخذ الدلاله تاعت الفيميل، تمام واضح؟ لانه بيقول لي الفريكوانسي او الكيو في البوبوليشن تمام عندي في الميل بهذا الامر، في الفيميل النورمال اكس اكس نورمال اللي هو عباره عن بي سكوير، فالبي سكوير اللي احنا عرفنا دلالتها هاي بي سكوير، عرفنا دلالتها من الميل تمام، لانه احنا بنحكي على البوبوليشن از راندوم بوبوليشن كقيمه تعاملنا معها تمام، انه يساوي عندي 0.84 اكس بلس مع اكس سي بي نورمال، طبعا ما زال برضو نورمال اللي هو 2 بي كيو، 2 بي كيو بي 0.92 تمام، في كيو اللي هو 0.84 بيطلع لنا 0.147. الان المصابين اللي هم كيو سكوير 0.0064. يعني لو احنا طلعنا هنا بشكل او باخر هتطلع تلاقي عندك القيمه هنا مختلفة في هذا الموضوع. كيف يعني القيمة مختلفة؟ بتلاحظ انك عندك الميل موجود عندي النورمال الموجود والهيتروزايجوس موجود عندنا، لكن الفريكوانسي للبلايندنس في الفيميل تمام، وين الفريكوانسي للبلايندنس؟ هي هنا الفريكوانسي للبلايندنس، هنا لما تيجي تحسب عندنا كيو سكوير 0.006 طلعنا الكيو برضو بلايندنس كلر بلايند 0.8. هذا امر طبيعي انه تلاحظ انه نسبة الناس اللي بنقول عنهم حاملين او عفوا مصابين حيكون عندي بنسبة طبعا فيري فيري لو مقارنة مع مين؟ مع الميل، لانه الميل عنده هو اكس واحد في التعامل مع هذا الموضوع. هذا من باب النولج انه كيف نتعامل لو كان عندي تو موضوع اكس ايفالويشن لهذا الشيء. نيجي لحاجة ثانية، الحاجة هذه الثانية لها علاقة، احنا ذكرنا من ضمن الاشكاليات اللي ممكن تعيق عملية الهاردي وينبرج اكويجن، انه في عنا قلنا عدة اشياء يمكن ذكرينهم، اذا كان عندي ميوتيشن نيو ميوتيشن، اذا عندي استراتيفيكيشن، اذا كان في عنا اللي هو كونسيكونسي consequentity اللي هو عملية تزاوج الأقارب، في عنا migration تمام، وهذه من ضمن الأشياء اللي ممكن تعيق اللي هو القيم بتاعت اللي هو الهاردي وينبرغ equation، إذا كان في عنا nature selection طبعا هذه كلها شغلات ممكن تأثر عنا بشكل أو بآخر. nature selection قلنا إنه في عنا حاجة صارت في المنطقة أو في البلد. الآن خلينا نذكر على مثال إنه إحنا عايزين نحسب تمام، طلع عنا على الصورة الموجودة عنا بقول لي أنت عايز تحسب لي تمام إيش عملية الديفيشن، إيش عملية الديفيشن تمام اللي صارت عندي على الهارد وينبرغ إكويجن
تمام، بحيث انه صار في هناك عندي مرض موجود. ايش يعني؟ بقول لي في وست افريكا، تمام، في الوست افريكا موجود عندي هذه البوبوليشن، في ناس عندهم سيكل سيل انيميا، تمام، في عندهم ايش؟ السيكل سيل انيميا. بقول لي طبعا لما تيجي تحسب في وجود السيكل سيل انيميا عند هدول الناس الموجودين في هذه البوبوليشن في الوست افريكا، تمام، تشوف قيمة البي سكوير والكيو سكوير والتو بي كيو، هتلاحظ انه القيم اختلفت عن الاكتوال نمبر الموجود في البوبوليشن. فالاكتوال نمبر بقول لك انه الناس اللي عندهم سيكل سيل انيميا 9000، لا النورمال عفوا، اي النورمال الليل 9365، النورمال جينوتايب عفوا بهذا الرقم، النورمال اللي هو الناس الكاريير الجينوتايب على اي اس جينوتايب 2993، الناس الافكتد او المريضين اللي هم اس اس اللي هو عندي 29. طيب هذه القيم موجودة عندنا كأكتشوال بشكل أو بآخر. طيب الآن لو أنا جيت أعمل قيمة هنا، قيمة لمين؟ لهذه الأليلز الموجودة عندنا. إحنا القيمة عندنا هنا الفريكوانسي لأليل A لحاله في هذه البابيوليشن، تمام؟ الفريكوانسي أوف الليل في هذه البابيوليشن الموجودة عندي حيكون عندنا رقم 9365 ضرب 2، لأنه أنا في عندي 2 الليل، واضح عندي إيش؟ 2 الليل زائد عندي حيكون الليل بقيمة 2993 الليل A على التوتال نمبر أوف الليل، يعني التوتال نمبر اللي هو 12300 ولا مجرة ضرب 2 على أساس إنه أنت بتحكي عندنا 2 alleles in general، تمام؟ فبيطلع عندك ال B equal point عفوا الفريكوانسي ل A فريكوانسي ل يعني بالمعنى الأصح اللي هو عبارة عن الليل A equal 0.87. الفريكوانسي للميوتنت الليل اللي هو الأس، طبعا ما دام انت بتحكي على اس وعباره عن 29 وين 29 وعندي 2 اس اذا ضرب 2 بلس اس، هي عندي اس الرقم 2993 على الرقم التوتال بوبوليشن يساوي 0.123. اذا هذا عباره عن فريكوانسي لاس وفريكوانسي لاي. طيب الان بيجي ايش بقول لي؟ بقول لي عندما تاتي هذه القيم وتاخذها وتروح تطبقها على الايكويشن، تمام، بي سكوير بي سكوير بلس 2 بي كيو بلس كيو سكوير ايكوال 1، بي سكوير اللي هي خلينا نقول بي سكوير ايكوال، طبعا هاي بي هاي السكوير، تمام، عشان يطلع عندي فريكوانسي نسبه في داخل التوتال فبعطيك اللي هو عباره عن عدد الناس اللي هم بي من خلال الهارد وينبرج ايكويشن، من خلال الهارد وينبرج ايكويشن عدد الناس في هذه البوبوليشن اللي عنده بي سكوير اللي هو عبارة عن 9527. طب أنا عندي قديش الأكتشوال؟ 9365. إذا اختلف العدد طبعا، ما اختلف إيش اختلف في الأكتشوال اللي أنا شاهه قدام عيني قال، لكن على مستوى النظر إيش ماله؟ عندي زاد. طيب نيجي نطلع على 2 بي كيو، بعدين حنفسر الأمر هذا. 2 بي كيو اللي هم الناس اللي حاملين لمين؟ للسيكل سيل أنيميا، 2 ضرب اللي هو الرقم بي ضرب كيو في العدد الإجمالي فبيطلع 2672. إذا بتلاحظ العدد هنا أقل من العدد الأكتشوال، الأكتشوال أكتر. في الأولاني عندي الناس النورمال، هنا العدد إيش؟ أقل من هنا. إذن نيجي نطلع على كيو سكوير، كيو سكوير اللي هو إحنا مدام عندنا كيو 0.123 في سكوير في العدد الإجمالي 188، وكأنه إيش بيقول لي؟ بيقول لي العدد الإجمالي للناس السليمين والعدد الإجمالي للناس المصابين في الهارد وينبرج إيكويشن أكثر من الأكتشوال، لكن بالنسبة لمين؟ للناس الكاريير أقل. وين أقل؟ أقل في الإيكويشن. إيش معناته؟
قال لي وكأنه بقول لي اللي حصل في البلد انه صار في عندي ديفيشن من هذه من هذه الاكويجن نتيجة انه هذول الناس كان عندهم ملاريا. تمام، كان عندهم ايش؟ ملاريا. والملاريا عادة كما يعني يقال انه في خلال الاصابة للناس الموجودين، اذا كان عندنا اصابوا ناس تبين انه الناس قل عددهم في الحقيقة. ليش قل؟ لانه الملاريا قتلت ناس من النورمال، وكذلك قتلت ناس من الناس اللي عندهم سيكل سيل انيميا. ولكن في حالة الناس الكليار كانوا بروتكتد لوك لايك في هذه الوضعية، انه كان ما فيش مجال للملاريا ايش تكون موجودة عندنا بشكل، لانه مش هتحيا الملاريا في خلية عندها القليل A والقليل S. على هذا الاساس الناس ضلوا عايشين وزاد عددهم. هذه الحقيقة، ما فيش ناس ماتوا. تمام، وهذا الاساس انه اعطانا رقم 2993. من هذا المثال عايز يقول لي انه ممكن يحصل عندي نيتشر سيلكشن، يكون عندي مثلا ديزيز زي الملاريا في الناس اللي هذول اللي عندنا. تمام، وهذا اثر بانه الملاريا عندما تصيب الناس الاصحاء حتموت ناس منهم، وعندما تصيب الناس المصابين حتموت ناس منهم، وعندما تصيب الناس الكارير حيضلهم هذول الناس كير مش حيتاثروا وحيضلهم عايشين، فمعناته عددهم حيضل هو الحقيقي او بمعنى اصح حيزيد مقارنه مع الناس الاخرين. هذا عبارة عن مثال في هذا الجانب. نيجي نطلع مثلا لمثال آخر، لو جبنا مثلا مثال آخر في هذا الموضوع. المثال الآخر بيجي بيقول لي مثلا على سبيل المثال، يعني خليه تذكره عندك أو تكتبه عندك بشكل أو بآخر. بيقول لي مثلا لو أنا أعطيتك population، أوكي، عندهم مثلا فينيلكيتونيوريا اللي هي البي كيو، وقلنا كل 10,000 في هذه البوبوليشن في عندنا واحد عندهم فينيلكيتونيوريا، فقديش الفريكوانسي للكارير؟ هتلاحظ انه نفس المثال الاولاني اللي ذكرناه. تمام، انه الفريكوانسي ما دام انت معطيني الكيو سكوير 1 على 10,000، اذا الكيو 1 على 100 ويساوي 0.01. الان البي تقريبا كلوز لواحد. تمام، البي كلوز ليش؟ لواحد. فالمهم ويساوي 2 كيو الآن. تمام، اللي هم الناس الكارير 2 بي كيو يعني 2 في 1 في الكيو اللي هو 1 على 100 تقريبا بيطلع 1 على 50. تمام، فهذا بيكون اللي هم مين؟ الناس اللي حاملين لمين؟ لمرض الفينيلكيتونيوريا. كل 50 في عنا بنلاحظ ممكن يكون عنا ايش؟ عنا 1. لو ذكرنا مثال آخر مثلا، سجل عندك لو قلنا في ناس عندهم تيساك مثلا على سبيل المثال، اوكي، والتيساك هدول تعرفوا من اللي بصيروا في الشكنازين، اوكي، هدول الناس طبعا قلنا الناس اللي حاملين للمرض احنا بنقول الان على مين؟ على اوتوسومال ايش؟ على اوتوسومال ريسيسيف. احنا قلنا الدوميننت ملوش علاقة في هذا الموضوع. ليش ملوش علاقة؟ لانه قلنا ال 2BQ والكيو في الدوميننت كله مصاب، فصعب انك انت تميز هنا ما بين 2BQ وكيو لانه اوريدي ناس مصابين. خلينا نيجي نطلع ناس اللي عندهم تيساك 30 حاملين في وين؟ في هذه البوبوليشن الموجوده عندنا. لو اعطاني 2 ال 30 حاملين، اوكي، معناته 2BQ تقريبا قديش؟ يعني عفوا كل 30 فيهم واحد حامل، سوري، كل 30 تمام فيهم واحد حامل لمين؟ للتيساك ديزيز. اذا ال 2BQ تساوي 1 على مين؟ على 30. 2BQ تساوي 1 على ايش؟ على 30. وكأن انت بتقول لي انا 2 since معطينا هنا البي تقريبا 1، الناس البي معطيني تقريبا ايش؟ عندي 1. 2Q equal 2Q أو 2BQ يكون 1 على 30، ممكن أقول Q تساوي 1 على 60. تمام؟ لو قلنا 2Q يكون 1 على 30، Q تساوي عندي 1 على 60، إذا Q سكوير تساوي 1 على 3600. وكأنه بتقول لي البابيوليشن هذا اللي عندك الموجود فيها كارير 1 لكل 30 كارير، احتمال برضو نلاقي لكل 3600 واحد اللي جينا من هذول الناس مصابين في هذا الديزيز. هذه عبارة عن أمثلة في موضوع الهارد وينبرغ إكويجن إكزامبلز.
وهيك بنكون احنا انتهينا من هارد وينبرج اكويجن. ان شاء الله نستكمل اللي هو البيز تيوريم ان شاء الله.